هو واحد من افضل الفرق في الدوري الانجليزي بل في العالم في الخروج بالكوره، وكمان مع ميكيل ارتيتا بقى فيه شكل وافكار كويسه جدا في الكرات الثابته اللي بيقدر بيها ارسنال ينتصر لافكار ميكيل ارتيتا تلميذ جوارديولا. تابعوني انا صاحب الكوره عشان نتكلم النهارده عن اهم النقط اللي خلت ارسنال يتفوق باكتساح على كريستال بالاس. الفكرة اللي اعتمد عليها ميكيل ارتيتا هي انه يدخل زينشينكو لقلب الملعب، ليه؟ عشان خاطر يبقى مع ديكلان رايس في بناء وتحضير الهجمة، هو برجله الشمال عشان يبدأ يعمل الكرات الداخلية عشان ساكا او تروسار يبدأوا يقطعوا بشكل قطري مع ديكلان رايس اللي بيجيد بناء الهجمة. طبعا في الحالة دي جابرييل بيفتح ناحية الشمال، صليبة بيضم في القلب، وبين وايد بيثبت. ده هدفه ايه؟ عشان كاي هافرتس واوديجارد يبقى هما الاثنين بيشتغلوا بين الخطوط. هنا بص الراجل ده بس هو اللي على الدايرة، لان الاثنين دول بيضغطوا على سواء زينشينكو او ديكلان رايس، فهافرتس هنا حر تماما لان الراجل ده راح على اوديجر. مع طبعا الادوار اللي بتتعمل للثلاثي الهجومي سواء تروسار او جابرييل جيسوس او ساكا ان هم يبداوا يطيروا لقدام عشان يزقوا خط الدفاع فيخلقوا فجوه ومساحه بين الخطوط. بص معايا برده هنا بوضحها لك بشكل اكتر، هنا زينشينكو، هنا ديكلان رايس، وهنا الثنائي كاي هافرتس واوديجر. بص هيحصل ايه دلوقتي لما زينشينكو نزل لتحت عشان يستلم الكوره الداخليه اللي فيها سويرف عشان تخش لجوه الملعب مع تروسار اللي شادد الملعب، المفروض بيبدا يقتحم المساحه بشكل قطري عشان يخش جوه قلب الملعب. وزي ما قلت لك هنا هتلاقي ساكا وجابرييل جيسوس وتروسار يبداوا يطيروا لقدام فبيزقوا خط الدفاع فبتتخلق المساحه الكبيره دي، هنا اوديجارد وكاي هافرتس بيكملوا فيها. في كل مره بيبدا فيها الارسنال يستلم الكرة او يبني الهجمه هتلاقي ديكلان رايس وزينشينكو هما الاثنين. هنا زينشينكو اتطرف شويه، بص خد عين الدفاع فحرر اوديجارد وحرر كاي هافرتس، فبالتالي بقى ارسنال عارف يخترق من عمق الملعب وعارف يشتغل كويس على الاجناب. فبص اوديجارد معايا بقى فين، وكاي هافرتس الاثنين دول بين الخطوط، خط الدفاع في حته بيجري مع الثلاثي الهجومي، وادي خط الهجوم اللي هو المفروض بيعمل الضغط في مراحل بناء الهجمه تحت قوي، فالمساحه كبيره جدا جدا في عمق الملعب في المساحه بين الخطوط. طبعا الحريه اللي واخدها اوديجارد ان هو يسيب عمق الملعب او يسيب التحضير ويبدا يطير لقدام، العنصر الفعال فيها هو بين وايت. بين وايت اللي بيثبت لتحت في الحاله الهجوميه عشان يحمي ظهر اوديجارد، اوديجارد يزيد وساكا يطير فما يبقاش في اي خوف من الادوار الدفاعيه للاثنين. نيجي لسلاح الكرات الثابته اللي هو اساسا كان عنصر فعال جدا في فوز الارسنال النهارده. لاحظ مع بعض في مرحله الكره الثابته، هنا هتلاقي ساليبا هو المفروض كان في بدايه الكره على الايام البعيد بدا يقطع لقدام عشان يفرغ المساحه دي. هنا تروسار اللي هو مش بيشارك اصلا الكره الثابته طبعا نظرا لانه مش بيجيد الكرات الهوائيه ولا بيجيد العاب الفضاء، فبالتالي تروسار بيخش لجوه شويه عشان ايه؟ عشان يعمل سكرين، يسحب هنا المدافع يعمل سكرين بجسمه عشان يفضي الحته دي. ليه؟ عشان يجي هنا جابرييل بحريه تماما يبدا يخترق او يقطع على القايم البعيد. بتكون النتيجه ان جابرييل لقى مساحه قدر يعمل التيك اوف، قدر يسجل جول. طب تعالى من زاويه ثانيه نشوف الفكره عامله ازاي. بص هنا تروسار عامل سكرين فخلاص هو حايش المدافع، المدافع مش هيعرف يرجع او يرد في المساحه دي. هنا جابرييل لقى مساحه في الحته دي يقدر يعمل التيك اوف، عنده مساحه يقدر ياخد خطوات فيقدر يعمل التيك اوف بشكل كويس عشان ينط فوق المدافع ويسجل جول يفتح. نفس الكلام في الجون الثاني، هنا جابرييل وهنا جابرييل جيسوس. بص هيحصل ايه؟ هيحصل سويتش ما بين الاثنين عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر السويتش ده بيلخبط المدافع جزء من الثانيه. طب الجزء من الثانيه اللي المدافع ده هيعطل فيه يبدا جابرييل جيسوس وجابرييل ماجالايش يلاقوا مساحه او حتى ولو قيمته ثانيه يسبق بين المدافع فيسرق المساحه. فبص هيحصل ايه من تروسار برده؟ تروسار هنا سحب المدافعين لجوه ووقف عمل سكرين، خلاص هو عطل دول، فجابرييل ورا المدافع، المدافع مش شايفه، فخلاص انت طالما بقيت في البلايند سايد للمدافع فشكرا، انت بقيت عندك وقت ومساحه تقدر تشتغل كويس بالكوره. اتلعبت الكره العرضيه، هنا تروسار خد المدافعين، جابرييل حطها بدماغه، جول تاني نهى بيه تقريبا الجيم. ارسنال في حاجه لمهاجم النهارده، انت عشان سجلت جولين بدري من كرات ثابته فاتخلقت مساحات فقدرت تشتغل هجوميا بشكل كويس، لكن مش كل الماتشات هتبقى كريستال بالاس ولا كل الماتشات هتبقى فيها المساحات. لو انت مكمل معايا الفيديو لحد دلوقتي فبشكرك جدا على دعمك. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، وفعلوا الجرس عشان كل فيديوهاتنا توصل لكم، وما تنسوش تتابعونا على تيك توك.